إذا كنت برات لبنان فيك ترجع تحضر برامج الام تي في على أي جهاز عبر الويب سايت والابليكيشن. الطريقة سهلة، ما عليك إلا تختار البرنامج اللي حابب تحضره، دراما، سياسة، ترفيه، حواري أو رياضة، وساعة اللي بدك فيك تعمل بوز وترجع تكمل بأي وقت تاني من محل ما وصلت. فيك تحضر على شاشة التلفزيون عبر الكروم كاست أو الاير بلاي سبورت، وأكيد فيك تحضر بس الام تي في المباشر عبر اللايف ستريمينج. عمول ساين اب، دخل الايميل ادرس والباسورد مرة واحدة ونقي طريقة الدفع اللي بتناسبك. أما إذا كنت بلبنان كل هالخدمات بتحصل عليها ببلاش، دخل الايميل ادرس والباسورد مرة واحدة طيصير كل المحتوى عحسابك.